عادة في البطولات الأفريقية الأخيرة كان هناك كلاسيكيات متكررة بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار، هل توقعت هذا العام أن تواجه كوت ديفوار مصر مرة أخرى في هذه البطولة؟ نحن نترقب دائما مواجهة مصر، وكنا نتوقع الكثير طبعا من الفرق الكبيرة أن نواجهها وعلى رأسها مصر. وكما تعلم حينما تريد أن تفوز بالكان فمن الطبيعي أن تواجه الفرق الكبيرة وأن تفوز على هذه الفرق. نعم، كنا نستعد بالتأكيد لمواجهة مصر وغيرها من الفرق والمنتخبات الكبيرة في أفريقيا، وللأسف لم نلتقي بمصر لأن الكونغو أقصت مصر. قبل أن نبدأ هذه النسخة كنا نتوقع بالفعل أن نقابل مصر، ولكن هذا لم يحدث.